رجعنا مرة أخرى وياكم هنا في الأبديت أكتيفيتي اللي أحتاجه الأشياء اللي موجودة في المين كأن يكون عندنا هنا هذا حيكون هنا نسميها مورفينج أو لا عفوا نختار الاي دي دبل كليك الاي دي حيكون old name اوكي هذا الاي دي لاحظ old name تغير دبل كليك new name إذا عندنا old name عندنا new name يبقى عندنا في الactivity هنا نعرف هما edit text صح زين edit text حنسمي edit text 1 فارزة edit text 2 عرفنا اثنين edit text أيضا نحتاج إلى تعريف الDB بعد ذلك نجي هنا edit text 1 حيساوي upcasting edit text find by id من الresource ناخذ الid حيكون old name edit text الثاني حيساوي edit text الأول أو edit text عفوا resource id new name بعد ذلك نعرف ال db database بالحال يكون عندنا كامل هنا حيكون حيكتب ال old new اوكي وبنعمل الابديت يبقى علينا انه احنا نحدث الابديت نرجع للداتابيس كونكشن في الداتابيس كونكشن يا سادة الكرام هنا احنا نحتاج شيء مهم جدا جدا هذا ناخذ سيرش باي نيم اوكي هذا كان اخر موضوع احنا شرحناها كان اخر موضوع نعمل كوبي نعمل انتر كبير حتى يكون فاصل بيناتهم واضح شو الاشياء اللي نحتاجها هذا حسميها ابديت نيم حنعمل update للنيم بإدخال الاسم هنا نحن عدنا في الواجهة نكتب هنا old name ونكتب هنا new name صح؟ إذا نحتاج في هذه الحالة two argument واحد منها حيكون لل old name old name والآخر أيضا string هذا string حيكون في new name. إذن two string old name new name هذا أول خطوة يحتاج من عندنا أنه نبقي الاتصال بالconnection يكون عندنا connection get writable database هنا أوكي هنا أنا أحتاج إلى الcontent value content value الcontent value حسميها content value يساوي عاملها كobject لcontent value فارز منقطة الcontent value هذا استفاد من عنده شيء ألا وهو الوايل أنا ما أحتاجه لأنه أنا ما أعمل ما أعمل insert ولا search cursor ما أحتاجه هنا أنا هسه حاليا string builder أيضا ما أحتاجه content value أنا أحتاجه حتى أغير لهذا أنا وضعته فهنا أذكر إنه content value dot هستخدم put أوكي put لاحظ put فيها أنواع انه اذكر الاسم وضع القيمة دبل كليك بمعنى هنا عندي
الدي بي اللي هو فيها القيمة، الدي بي اللي فيها النيم. هنا هذا احنا نعتبره المفتاح، صح؟ النيم هو المفتاح. في داخل النيم في أسماء كثيرة، منه أسامة، علي، عمر، أنت لاحظت اسمي أيضا. فإذا نأخذ هذا الكي المفتاح اللي هو النيم، ونضع القيمة اللي نريد نقوم بإدخالها. في هذه الحالة لاحظ في الانسرت which one okay. لاحظ في الانسرت كنا نستخدم الكونتنت فاليو لوضع القيم. نفس الحالة في الابديت، بما انه انا اعمل ابديت حستخدم انسرت البوت، عفوا كونتنت فاليو بوت. فهنا انا احتاج من احتاج الدي بي انفو، لانه في داخل الدي بي انفو النيمز، او حغير اليوزر نيم فور اكزامبل يوزر نيم. بمن اريد اغيرها اليوزر نيم؟ اريد اغيرها بقيمة اللي يقوم بادخالها المستخدم، صح؟ بالنيو نيم، صح؟ اوكي، لكن على اي اسم هنا حيحتار. اوكي، انت لما تضع هذا النيو نيم هنا، لكن انت لازم تذكر الاسم اللي راح تقوم بتغييرها، تمام؟ اوكي، الاسم هذا اي اسم انت تروح تقوم بتغييرها. هنا الكولومز، اها هنا الكولومز حذكر فيها الارجيومنت اللي هي من الاولد نيم. اوكي، يعني حذكر انه الاولد نيم احنا نحتاج نغيره. هنا ححتاج الى كاونتر انت كاونت يساوي لي الاس كيو ال داتابيس دوت فيها الابديت. الابديت لاحظ يحتوي على مجموعة اشياء يحتوي عليها الابديت. اول شيء يحتوي على السترينج. اوكي يحتوي على string table، اي بمعنى اسم التيبل، ويطلب من عندك القيمة اللي انت حتقوم بتغييرها، ويطلب من عندك ايضا عندما يكون الاسم يشابه من، اوكي الحالة الوير. وهنا يذكر ايضا منه الارجيومنت اللي هو على شكل string where args. اوكي، يعني ممكن اني اسميها where args. اوكي، هذا حسميها على اسمه where args، بمعنى عندما يكون القيمة مساوية للالت نيم. فإذا حختار الابديت. هذا الابديت مثل ما عرفنا يحتاج مجموعة أشياء لازم نقوم بإدخالها. أول شيء اسم التيبل، لأن ممكن يكون عندك أكثر من تيبل، صح؟ فإذا أيضا أحتاج إلى DB info dot table name. هذا أول شيء. ثانيا شو هو اللي أنا أريد أقوم بتغييرها؟ الـ content value. أنا أريد أضع الاسم الجديد، جميل جدا. القيمة الثالثة هي الشرط DB info dot names. هنا حنكتب الشرط اللي فيها اللي يتعامل معها ماي اس كيو ال، اي بمعنى كود الاس كيو ال لايت، عفوا وير علامة سؤال مسافة فارزة وير ارجس. بهذه الحالة يكون عندي الستيتمنت كامل. اوكي، هذا الستيتمنت كامل. ممكن تعمل بوز وتتأكد من عندها كتابتها بنفس الطريقة. الريتيرن حيكون المن، الريتيرن حيكون دي الكاونت. اوكي، في هذه الحالة الكاونت هو انتجر، اذا انا احتاج ارجع اعمل public integer لابديت نيم، ما لك علاقة بالقيم اللي موجود في داخلها، وحيرجع لك هذا القيمة. زين، هذا اول شيء، هذا بالنسبة للابديت. خلينا نشوف الوقت 9 دقائق، نوقف نكمل الدرس القادم. مع السلامة.